عندنا مشاهدينا قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة خريبكة في هذه الاجواء الصباحية الجميلة رغم برودة الطقس. بالنسبة اليوم فهي اجواء رائعة وجميلة. مرحبا بكم اخوتي وحبابي وصحابي مشاهدينا ومتابعين قناة شوف تي في، كنقول لكم صباحكم مبروك ونتمنى نهاركم يدوز بخير وعلى خير ان شاء الله. احنا معكم في الجولة الصباحية المباشرة من مدينة خريبكة، كنبغي نقول لكم نهاركم مبروك ان شاء الله، نتمنى انكم تكونوا نعسوا مزيان وتحيشوا شوية. احنا كنعيشو معكم هاد الجولة الصباحية المباشرة من مدينة خريبكة، كنبغي نقول لكم نهاركم مبروك. غادي نديرو بكم واحد الجولة خفيفة هنايا في مدينة خريبكة، نمشيو لحديقة الفردوس. بارطاجيو مشاهدينا باش تشوفوا الأجواء اللي كاينة الآن. بارطاجيو بارطاجيو مشاهدينا هذا البث. الآن في حديقة فردوس، صراحة أجواء جميلة، أجواء صباحية رائعة. بارطاجيو مشاهدينا، نحاول نقربوكم تحاولوا انكم تعيشوا معنا كل لحظة من قلب الحدث، خاصة الاولاد وبنات خريبكة اللي كيعيشوا بعاد على المدينة ديالهم، كيبغيو انهم يشوفوا الأجواء المباشرة ديال المدينة ديالهم. حنا كنحاولو أننا نقربوكم من هاد الأجواء هادي. الآن في أشهر حديقة في مدينة خريبكة، حديقة الفردوس.
لان مشاهدينا الكل ملتحق بنا الان، كنقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم مباشره من مدينه خريبكه في الاجواء الصباحيه. الجميلة مباشرة من مدينة خريبكة بالضبط. احنا الآن في حديقة الفردوس، تعيشوا معنا الأجواء المباشرة صراحة، أجواء باردة هذا الصباح هذا. إذن مشاهدينا من هنا من حديقة الفردوس، إذن كل ملتحق بنا الان مشاهدينا، كنقول لكم صباحكم مبروك ونتمنى نهاركم يدوز بخير وعلى خير. مباشره من مدينه خويبقه بالضبط من حديقه الفردوس، بعد ما شفنا هاد الازقه والشوارع ديال المدينه، كنقول لكم نهاركم مبروك ان شاء الله. وهذه الاجواء الصباحيه اللي كاينه في مدينه خويبقه، اجواء بارده صباح هذا اليوم. في انتظار نزول بعض الزخات المطارية، نتمنى و نطلب الله سبحانه وتعالى أنه يرزقنا بأمطار الخير إن شاء الله. نتمنى بالدعاء هذا كنقولو اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. كنطلب من الله سبحانه وتعالى انه يسقينا الغيث ان شاء الله، في انتظار النزول بعد سخات المطارية ان شاء الله. الآن مباشرة معكم مشاهدينا من حديقة الفردوس، شوفوا الأجواء الصباحية الجميلة. نبغي نعرف كل واحد كيشاهدنا الآن من أي مدينة كيتابعنا، ولا كان من ولاد وبنات فريبكا يقول لنا الحي ديالو هنا في مدينة فريبكا. اي مدينه كتابعونا ولا كتشي من كتشي ولد وبنت قريبكا، وين الحي ديالك هنا من قريبكا؟ شوفوا الحي اللي كاين بزاف اللي متابعنا بزاف.
نكون ملتحقين الآن مشاهدينا، كما بكم صباح الخير عليكم ونهاركم مبروك إن شاء الله. نتمنى نهاركم يدوز بخير وعلى خير. مباشرة من مدينة خريبكة وبالضبط من حديقة فردوس، شوف هاد الأجواء الصباحية الجميلة. كما نقول لكم نهاركم مبروك إن شاء الله. تحية من قلعة سراغنا، تحية للناس قلعة سراغنا، ناس الكرم والجود. تحية أخوي عبد الله، تحية لجميع الإخوان والأخوات، تحية لجميع الساكنة ساكنة المملكة المغربية الشريفة من طنجة العالية للكويرة العزيزة. تحية لكم خوتي وخواتاتي أصحابنا، أي واحد كيتابعنا الآن المباشر. بغيت نقول لكم كان معكم مراسلكم